شوفي بابا يضحكنا شوفي. ليه ليه يا شرير ليه اوتش شوفي لحقنا. هذا لبس سارونتي ملاهي رايحين الملاهي. شوفوا لبسها ما شاء الله ملاهي. شايفين دري على ورا ماما وريهم. شوفوا لبسها ما شاء الله كيف. شوفوا ما شاء الله تبارك الرحمن حلو لبس سارونا صح. شوفوا هذا شوزها او جزمتها تشوفون تكرمون. وهذا فستانها الجميل والانيق صح. يلا هيا بنا. يلا هيا خلاص طالعين كذا رايحين الى مدينة الملاهي. اليوم يوم السبت وقلنا نطلع سارونا تغير جو كذا. اي نعم رايحين مدينة الملاهي. بسم الله الرحمن الرحيم هيا بنا على بركة الله. الجو حلو اليوم أشوى ما في كتمة ولا بحر الجو زين. يلا ماما روحي عند بابا ركبي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله يومكم بكل خير. أخباركم يا رب طيبين. اللهم ارحم والدي وموتى المسلمين جميعا. رب اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة. اللهم صلي وسلم على سيد الخلق محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. صلوا على حبيبنا وشفيعنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم صلي وسلم عليه. حياكم الله معاي فيديو جديد وحياكم الله معاي بيوم جديد مشرفيني ومنوريني بالقناة. جيبي حاجة علشان تشربينها ويلا تعالي معاي. شوفي قبل ما نبدأ حاب أعرفك على أكاديمية هومورك للخدمات الطلابية. إذا عندك بحوث واجبات بحوث جامعية بحوث طلابية كويزات حاجة أي شيء أنت منتي عارفتي ومنتي عارفة تسوينه أكاديمية هومورك عليها دكاترة القائمين عليها راح يساعدونك بهذا المجال. والحلو أنه أسعارهم تنافسية وكمان في كل المجالات والتخصصات سواء جامعية أو مدرسية راح يساعدونك. راح أخلي لك كل البيانات تحت في صندوق الوصف وكمان في أول كومنت مثبت إذا حابة أنت تستفيدين من عندهم. سيفوا عندكم يا بنات هذه البيانات لأني متأكدة أي أحد جامعي أو بالمدرسة راح يحتاج هذا الموقع. الحين تعالوا علشان تقضون معاي وقت طيب إن شاء الله. رايحين كذا زي ما قلت لكم إلى مدينة الملاهي بمشيئة الواحد الأحد. برضو الأسبوع الجاي عندي سفرة أكيد بتعيشون معاي كل الأجواء هذه. مجهزة لكم فيديوهات قادمة إن شاء الله راح تعجبكم روتينات رائعة بس تكتمل بعض الأغراض عندي. ما علينا المقطع الجاي يفترض أني ما أبرر ولا أتكلم بس أنا أحترم متابعاتي وأحب أنه أتكلم بهذه النقطة. المقطع الجاي مقطع إيقاعات فقط بدون أي موسيقى. اللي عرفه أم سارة في قناتها من طلعت باليوتيوب ما حطيت أي مقطع موسيقى في قناتي. المقطع مجرد إيقاعات طق وطبول بدون أي معازف وبدون أي موسيقى. تعالوا كذا مع بعض خلونا الأول يا فوليا كادياكم مال يا أهل الأدب والزاق وعشت وبقيت ومجمل يا أهل الطيبة والرقة والهرجة المتبتبة الدقة ورب البيت وحشتوني من التاجر إلى السقا. أول وحشني حتى فرقنا بهندستو بكش قماش وعم شاكر في دكانه بالفوطة وقميص الشاي. وحشني كل ما فيكم يا ناس حتى أساميكم يا ريت ترجع لنا الأيام وسلم على أياديكم وشم ريحة الرضا فيها وأشياء ما أقدر أسميها حاجة كده ترد الروح صعب أوصف معانيها. خلاص كده قربنا كده من الملاهي مدينة الملاهي. طبعا مدينة الملاهي حقتنا على أطراف سكاكة تمام بنص الديرة يعني ترى مش كبيرة. رحت لها مرة قبل أنا وريتكم إياها يعني حقت أطفال يعني حقت أطفال وفيها نطيطات وفيها ألعاب إلكترونية فيها أشياء أجهزة يعني حلوة صراحة ممتعة. فيها جلسات عائلية وفيها مطعم وقهوة
فاليوم الروحة كلها علشان سارونا تغير جو يعني، بس عشان أمس كانت تعبانة، شفتوها بالروتين كانت متسخنة وتعبانة، فاليوم قلنا نطلع كذا نعوضها يعني عن أمس. ايش رأيك سارونا؟ حلو حلو. وصلنا إلى والله مليانة مليانة ملاهي. وصلنا إلى مدينة الملاهي. أو طوروا فيها، غيروا الأبواب. إي والله حليلة صراحة، منيسة هي حلوة. أيوة هي مدينة الملاهي الوحيدة اللي عندنا بسكاكا، عندنا مراكز صغيرة بس مش زي هذه يعني، هذه تقريبا أونس شيء هنا وأكبر شيء. وصلنا إلى الملاهي، هذا محل مشاوي هنا يندفونه والله الأزرق. إي سارونا فرحات الملاهي. هذه الملاهي. واو. كانت هذه البوابة بس غيروها. صادق إلا فعلا كانت هذه. بعدوها عن الشارع. حكوا في أطفال بعد. حلو حركتهم. كويس هذه وسيلة. استفادوا من هذه. يلا. صح. يلا عزة. يا الله تلعبين ماما. يلا. يلا. وصلنا إلى مدينة الملاهي. أنا ماني عارفة جوالي الوسخ. ولا الكاميرا عندي ولا مش السالفة. دخلنا إلى مدينة الملاهي. الأجواء مرة حلوة. مرة حلو مدينة الملاهي. أول شيء عند اللعبة هذه، شوفون هذه اللعبة المفضلة عند سارونا. هذه أحلى لعبة عندها. باي ماما. شغلات اللعبة. يا عمار أتذكر إحنا صغار كنا نلعبها بسوريا في ملاهي اسمها ملاهي الغوطة، كنا نلعب فيها دايما، كان يأخذنا أبوي عليها الله يرحمه. طولت وهي تدور، خلاها تدور طولت مره طولت. لو وريت انا عشان ما تبي تشوف عند الملاهي. هي تقول الملاهي ما في ملاهي. طولت وهي تدور راسها اندوخ ساعه عشان تزيد. تسمع الضحكه. ما في. الحين جا دور هذه اللعبه. باي. اي ماما يلا. مرحبا. طلعت فوق هنا، درسنا على الطاولة لما تخلص بس. ما شاء الله الحديقة مرة مليانة، شوفوا مرة مليانة. جينا عند اللعبة هذه، خلاص تبغى تلعب هنا. هذيك هي جالسة هناك، شوفوا الأجواء على يسار، شوفوا الأجواء مرة حلوة، شوفوا الأجواء مرة لطيفة. اشتغلت هذه بنيتي تلعب هناك، أجواء مرة جميلة. سبحان الله كل ما كبر الإنسان يعني كبر بالعمر يقل عنده شغف بالأشياء هذه يعني. أنا وأنا صغيرة أكيد أحب ألعبها، بس يوم كبرت سبحان الله قل الشغف عندي، ما عاد عندي هواية إني ألعب الأشياء هذه، بس أهم شيء بنيتي تلعبها بس. وانت تشوفون سعادتها بس كل لفة تضحك. السيارات هي وأبوها. هذه السيارات هنا تبغى تركب هي وأبوها. أقول يا رب الكاميرا وش فيها، أثريني لازق الكاميرا بالحيل. تشوفون قلت لزوجي سارة أطلع، قال ما نركب بدونك، قلت يلا تركبون. ركبت عشان لو جانا شيء ولا ما ضاع. بسم الله علينا لا تفاول. الله حلو. كنت تروح فين؟ شفت الزينة. يلا صور، شوف تصوير الزينة. صور هنا كثير. الله حلو. يا سلام وصلنا فوق. سيارات. ايش اركب؟ اركب الخضراء.
لونها يفتح النفس، لونها يشجع. بسم الله. هذه شغالة؟ تعالي ماما معي، يلا لازم مع ماما. ركبت؟ قاعدة عندي يلا. واو مع ماما، اوكي؟ مرة كيوتين، مليان عصافير هنا وعلى الشجرة، مرة حلوين. هنا فورة. جينا هنا بعد ما طلعنا من الملاهي، جينا نبغى نتعشى بعشا خفيف يعني. أنا صراحة رفضت، أبغى مقهى أو مطعم يكون تراثي، لأن أحب التراث صراحة. أها، وجينا هنا لتعالي. شوفوا فوق، تشوفون؟ أتمنى يكون واضح. هذه قلعة عندنا بسكاكة اسمها قلعة الزعبل، هذه تشوفونها؟ هذه قلعة تراثية. وهذا المكان. ما شاء الله، شوفوا ما شاء الله، شايفين؟ نبي نجيبكم لنا يوم، صراحة ما صورنا. ما صورنا هنا أبداً. هذا تعالي، ما في أحد فاضي. حلو صراحة. وقفنا هناك وجينا رجعنا من ورا. هذا هنا موقف، ندخل هنا نفسه يوسف. هنا أقرب بعد. مرة حلو ومريح المكان هنا. نبغى نطلب بريك شاي ونقعد ونمزمز. شوف المدخل بس. مدخل مرة حلو، والجو اليوم من حسن حظنا إنه الجو جميل اليوم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما ندري وين نقعد، بالحديقة ولا؟ يلا ماما جاية. شوفوا ما شاء الله جمال الأجواء، الأجواء فظيعة تشوفون. شوفوا هذا بير هنا، يا الله. شوفوا يخوف، لو تحت ما راح أطيهم، فيه حديد ولا في ماء بالله. اي والله، والله في مي. اي تبي الجوال سيطيح. اي والله في مي. بس ما صورتي زين انت. الا صورت زين. لا ما صورت زين الا والله. شوف الصورة. شوف ايوه كذا تشوفون فظيع الجو، الجو هنا حلو رهيب. هو مره حلو، حيل شعبي يجنن. تشوفون فظيع فظيع. لا الكراسي يوسف، انا هنا هنا انا هنا كابي هنا. هنا الزيتون، حلوة الجوف، الغرف لها أسماء. نبغى نقعد هنا، نبغى نطلب عشاء. بسم الله. إيه إيه كذا. طلبنا ما لقينا مع الأسف زيتون وقشطة، وقال هذا وقالوا هذا بس بالفطور. نجي إن شاء الله مرة ثانية. أنا طلبت لازانيا وأبو سارة طلب مشوي. وبس وقاعدين نستنى الأكل يجي. شوفوا حلاوة القعدة هنا، مرة حلوة وما في غيرنا. غيرنا وناس بسيطين، يمكن عائلتين، رجل وأهله بس. مكان مرة مريح. هذا أكلي، هذا أكلنا ما شاء الله تبارك الرحمن. بسم الله. شوفوا الله مرة حلو. هذه اللازانيا، هذا الدجاج مع بطاطا ومشاوي. أبو سارة طلب سفن أب، حنا سفن أب، وأبو سارة أناناس خبز ليمون. ليمون إيه، قلت أناناس أول مرة قال ما في. شوف زين الجو. خلاص الحمد لله تعشينا من فضل ربي، الله يربي دوم النعم علينا، ما ظهر منها وما بطن. الحين طالعين كذا نبغى ناخذ شاي، نبغى ناخذ شاي على الجمر، حاجة كذا تصحصح المزاج بعد العشاء. يا رب يكون فاتح. بس فاتح. حلو فاتح. عاد كاسة الشاي ولا أحلى بعد الأكل، خصوصا اللي فيها نعناع وحلاها كذا، يكون كذا طالع سنة بس. حاجة فظيعة. ناخذ حنا بالعادة من اللي هنا، وريكم اياها على اليمين. شوفوا
هذا الكافي حاط الجمر حاط الشاي كل شيء. حاطنا اثنين شاي. خلاص خذينا كذا الشاي. خذت كمان سارونا ذرة. ونبغى الحين نحاسب ونطلع. قلت له بالنعناع يوسف. شوف الأجواء عندنا كيف. أجواء مرة حلوة. كم عربي يوسف؟ العربي 13 13 10 تمام. بقالي 13 10 اي بقالي شهر بالضبط شهر واكمل 37 سنة وادخل بال 38 سنة بالضبط. كل يوم قاعدة احسب. مرة متحمسة للسنة الجديدة. في بنات قالوا لي أم سارة أنت تقولك طبقت 40. لا أنا قلت لكم أني حول 40. أنا ما وصلت 40 لسه. ولا إيش رأيك يوسف؟ لا توك على 40 باقي لك 30 سنة إلا 28 سنة. باقي لي 3 سنوات علشان أدخل 40. وترى أنا أقول عمري يعني أنا اللي خايفة من العمر ما أقوله. ليش يعني ترى كنا بنكبر بالأخير يعني بعدين العمر زيادة العمر ما هي عورة ولا عيب ولا شيء. عادي الواحد يقول عمره الصدقي يعني ليش يستحي. شوف الشارع هذا يا بنات. هذا الشارع صورتكم اياه كثير احب امشي معاه. هنا حقين الخيام اللي يسوون الخيام. كل التراث هنا تلقونه. دكان العرب ريم الشمالي دكان العرب دكان فريح دكان الفريح كلها هنا. الوجار للتراثيات. جينا للمكان اللي ابغى اوريكم اياه. اللي مسكاكه ومتابعاتني يعرفون الطريق هذا زين. كذا هذا الشارع بعدين كانت هذه فتحه مفتوحه اللي هنا هذه تشوفونها. هذه كانت مفتوحه الفتحه. كان في بيوت هنا ولا ما في شيء؟ لا 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 كان خلي ما في شيء ابدا ابدا فضى ما في حاجه. انا صار عمره سبحان الله ولا شيء فاضيه. كان كان كانت هنا يعني خلاص اللي يوصل هنا كانه وصل اخر سكاكه. هذا يقولون وصل الرياض. خلاص وصل الرياض ما في ما هذا كله جديد اللي تشوفه. كان كله حجر وصحراء ما في شيء. صحراء ما في شيء لا ما وصلها. يعني بس اللي يدور الضبان يجي هنا. بس كله جديد. بس واضح ان المباني جديدة. كله حيش كله لسه بيوت ما كملت. ايه. خلوني اوصل اخر شيء ومع العودة بوريكم ايش هو المكان السري. طبعا كل مباني جديدة الا الكلية. وراك تقول؟ طب ليش تقول؟ انت كنت راح تقولين ها؟ لا ابغى مفاجأة لما اوصل. شوف الحين. وش تشوف؟ بقيتها وقضيت شكرا. طب ما وصفت انا الكلية لسه. لسه باقي الوصف؟ كنت ناوي اوصفها صراحة. لكن يلا نمشي تبغى تكحلها تعميها يعني خلاص قلتها بقيتها وخلصت. لو بصور احسن خلنا عليك وصفهم خلاص انت وصفه ونروح البيت وننام. نوفر تصوير وفر شحن جوالي. من هنا يا بنات كذا احنا راجعين رجوع. شوف هذا طلع والله لا حول ولا قوه الا بالله. هذا حال شباب سكاكا الله يهديهم ان شاء الله يا رب. اي والله يصلحهم ويخليهم ان شاء الله لاهلهم لانه احنا ما نبغى الحاجات دي نخاف عليهم صراحه. لو جت تريلا كبيره لو جت سياره كبيره لو حنا صدمونا حنا حنا ما مشكله ننتبه لهم بس سيارته كبيره من ديها توقف ترقى فوق السياره. صادق الله يهديهم يخليهم. امين. وجينا من هنا ابغى اخذكم مكان جميل جدا. يا الله يا الذكريات كلها رجعت. ما موجود فيه صراحه. ها وين هو الجفاف؟ بيت مهجور. يا الله كل الذكريات حقتي رجعت سبحان الله العظيم. شوف على انه منطقه جديده بالحيل يعني منطقه حديثه البيوت كلها جديده الا هي. لكن تلتفت يسار ما ودك تلتفت صراحه. يسار يسار يسار. خلوني اوريكم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا الله يا الايام رجعت كلها. الاسياب اللي فوق هذه جامعتي اللي درست فيها. يا الله كل حاجه ببالي كل الذكريات رجعت. لا اله الا الله. كم من سنه لها؟ من سنة؟ كم سنة لها الجامعة؟ قديمة
سكرت خلاص مهجوره. ادري اول ما انشت كم لها تقريبا؟ لها 300 سنه. كان عليها لوحه، ما ادري اللوحه وين راحت، مره قديمه يوسف. باين من انشاءاتها لها فوق 30 سنه. قديمه اي قديمه تقريبا. انشاءها ذا المسلح القديم هذا. قديمه. شفت هذول الاثنين؟ شفت هذا الكبير اللي هنا؟ هذا ارجع ورا شوي لان قربت بالحيل تراكي. شفت هذا الكبير؟ ايش اسمه هذا يوسف؟ لا لا الزنك. زنك. ايه هذا تراه بس وقف. هذه قاعتي. هذه القاعة حقتي اللي مبينة من فوق، هذه قاعة كانت قاعة اللغة العربية. بس مخصص اللغة العربية. ايه والقاعة الثانية اللي هناك هذيك اللي هناك هذه قاعة التاريخ والجغرافيا. صدقين كأنه في لمبة والع جوا. ايه فيه. مشيت بالأسياب اللي فوق أنا صديقاتي لما قلنا بس. يا الله ريم حنان وزينة الله أيام لو ترجع. ها؟ ما في بيوت هنا ما في بيوت لا 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 ما في شيء ما في شيء هذا كله جديد اللي تشوفه سبحان الله العظيم يا الله زمان. يا هوا زمان طبعا العابثه وما خلى شيء فيها لا عاثوا فيها الفساد يا شيخ شوف بالله يعني ما استفادوا منها شفت شفت العباره المكتوبه لا لا مكتوب ليش الجفا وامك من عربنا ابن سمين هذا صلوح مسكين صلوح يمكن صار شايب وعنده عيال يا الله يا الايام اي والله انها ايام الان صارت بوسط المدينه سبحان الله العظيم بس الغريب كيف تركينا شوف 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 خرابه يوسف شوف انا عارف انا لها 30 سنه عرفت ليش مستفادوا منها يعني انت شفتها من جوا؟ لو شفتها من جوا ما غير مؤهله للعيش احنا يمكننا بها احنا يمكننا بها غير مؤهله شلون عاد الحين؟ شلون عاد الحين منتهيه خلاص كذا خلص الفيديو حق اليوم انا ادري البعض يقول انا ايش استفدت من الفيديو هذا؟ الفيديو هذا ما له اي فائده مش لازم يكون له فائده يطلع الواحد شوي عن جو الفايدة يطلع بالمتعة يطلع يعني يتونس يوسع صدره توسعون صدركم معاي بس لا أكثر ولا أقل مش لازم كل حاجة نطلع فيها فايدة كمان المتعة لها حق تتونسون معاي تقضون جو حلو معاي تتفرجون ترفيه اي بس ترفيه مش لازم كل حاجة تكون تنظيم ترتيب تكنيس قصة ترتيب لا يعني متعة كمان يعني الواحد يطلع بمتعة وناسها بس تقضون معاي يوم يعني كيف مر يومي علي بس والله هذا كان الفيديو وكذا أكون وصلت معاكم نهاية الفيديو أتمنى تكونوا استمتعتوا وأكيد ما استفدتوا أشوفكم على خير بإذن الله تعالى كذا نقولكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك استودعتكم الله تصبحون على ألف خير